مساء الخير مشاهدي ومتابعي الجمهورية أولاً والمساء، وأهلا بيكم في فيديو جديد. احنا النهاردة برضو لتاني مرة طالعين ومعانا مريم صاحبة 165 غرزة. مريم طلعت معانا في لايف الجمهورية أولاً والمساء مع الزميل عبد الله عبد الرب، وقالت إن جوزها اعتدى عليها بسلاح أبيض وسبب لها عاهة في وجهها وفي في جسمها بالكامل. بعد مشاهدة اللايف دوت اتصل بينا أستاذ جون عبيد المحامي وقرر توليه القضية ديت بدون أي مقابل مادي. جبنا مريم وجينا عند أستاذ جون عشان مريم برضو لما اتصلنا بيها وقلنا لها إن في محامي عاوز يتولى القضية ويتطوع بيها بدون أي مقابل مادي، قالت لا ده في مواضيع تانية وقصص تانية كتير عاوزة برضو أقولها لكم وأقولها للمحامي بنفسي يعني. فجبناه وجينا عند استاذ جون في مكتبه. استاذ جون مساء الخير عليك. مساء النور استاذ محمد، اخبارك؟ سعادتك تمام؟ محمد ازيك يا مريم، اخبارك ايه؟ كويسه؟ تمام. عاوزين نعرف ايه التفاصيل الجديده اللي عندك وايه الحكايه؟ عاوزين نعرف البدايه ايه من اول يوم جواز، ايه اللي وصل في الاخر الموضوع ان هو يضربك بالشكل دوت ويسبب لك الجروح دي كلها او ال 165 غرزه اللي في وشك وفي ايدك وفي جسمك دول؟ انت بتقولي بقى لك 7 سنين متجوزاه. ايوه انا بقالي 7 سنين. ايه الجديد بقى اللي خلى بعد 7 سنين جواز ان هو يضربك بالشكل دوت او يعورك بالشكل دوت؟ خاصه انت طلعت قبل كده وقلت ان هو كان بيضربك برضه وكان بيكتفك وقصلك شعرك وسبب لك كسور في ايدك وفي رجلك، صح ولا لا؟ طب ايه اللي خلاك سكتي 7 سنين على كل الاهانه والضرب ده كله يعني؟ مع اني ما مش عارفين، عاوزين نعرف القصه ايه من اولها خالص من اول يوم جواز. بص حضرتك، احنا كنا يعني المفروض كنا متجوزين عن حب. وبعد كده اتجوزنا ومية مية. يوم الصباحيه اهلي اتصلوا قالوا جايين، راح هو راح قال لك لا انا مش قابل حد، وراح ضربني وراح قلب الاكل عليا. اهلك انت اللي قالوا احنا جايين؟ عشان هو اهله ما كانوش جايين، فهو يعني ده من اول يوم جواز. من اول يوم جواز رحت قعدت اقول له طب ما ينفعش، ما اقدرش اقول لاهلي ما يجوش. تمام. رحت هم جم، راح قال لي انت حره مع اهلك، انا مش هقابل حد. راحت امي دخلت له قالت له يا ابني انت زي ابني، واحنا عندنا في بلدنا الصعيده لازم نيجي نطمن على البنت يوم الصباحيه. تمام. بعد الجواز وخلاص وخلاص والموضوع عدى، بقى كل يوم يضربني ويقول لي انا طبعي وحش معلش استحمليني. لا ثواني بس، يعني هو يوم الصباحيه رفض مقابله اهلك؟ ايوه. ووالدتك دخلت له؟ ايوه. هو خرج قابلهم بقى ولا ما خرجش؟ خرج قابلهم وهو عصر على نفسه لمونه يعني ما علينا. بس والناس بتقول انت ليه قعدتي مع كل ده؟ احنا مسيحيين ما عندناش طلاق. لا معلش يعني ده عدينا موضوع الصباحيه. أيوة. وعدينا موضوع الجواز. انا قعدت 5 شهور معاه. ال5 شهور دول تقريبا كل يوم بتضرب. ايه سبب انه بيضربك؟ من غير سبب. انا حلمت ان معلش في الاول بس كده، هو شغال ايه جوزك؟ شغال موظف في شركه الكهرباء. موظف في شركه الكهرباء؟ ايوه. واول الجواز ما كانش شغال في الورديه، كان بيروح يمضي ويقعد، فقعد لي بقى ليل ونهار. ممنوع نفتح الباب حتى لو مين رن على الباب، ممنوع فتح الباب، ممنوع نبص من بلد. ده على اساس ان اللي بيخبطوا بره حد من قرايبك يعني؟ اي حد ايا كان. يعني هو كان بيرفض انك انت تدخلي قرايبك كمان البيت؟ ما حدش جالي اصلا من يوم ما قابلهم يوم الصباحيه كده وهو ما حدش جالي. ايه السبب طيب؟ هل ده هو مش عايز حد؟ ليه؟ ما اعرفش يعني. انا انت وحشه. انا ايوه وحشه في ايه؟ عملت له ايه طيب؟ واحده اصغر منك. انا متجوزه 26 سنه، مخلفه 26 سنه، وهو كان اكبر مني ب5 سنين، كان عنده 31 سنه. فهو يعني وكل اللي يجي من اصحابه يزورنا يقول لهم دي عندها 20 سنه. انا مش هصغر نفسي، انت شكلك اصغر مني، انت ضحكت عليا. انا انا كنت متقدم خطب واحده عينها خضراء واموره، انت وحشه انت رفيعه والكلام ده. يعني انا لحد دلوقتي بمشي. يعني هو كان بيضربك عشان انت وحشه؟ ما أيوة. مش فاهم. انت وحشه يعني. انت مش اموره، انت مش ست، انت فاكره نفسك ست. ايه اللي بيخليها تتدرك ان هو يمد ايده عليك ويكسر لك ايدك ويكتفك بجنازير زي ما انت قلتي؟ الجنازير دي لما خطفني انا كل اللي قعدت معايا في السنه ونص دول رايح جاي، يعني مش ما قعدناهمش مع بعض اصلا. هم اول 6 شهور جواز اللي قعدناهم مع بعض لحد ما كسرني دول. انا كنت بتضرب واسكت، كان بيطردني واروح عند اهلي واقول لهم انا جايه يومين. بصي مريم، احنا يعني اللي انا فاهمه ان انت كنت بتتضربي، احنا عارفين كنت بتتضربي. ايه سبب انه بيضربك او بيعمل معاكي كده؟ بص ساعات يبقى فايق ومية مية وبرنس. فايق يعني ايه فايق؟ بس هو بيشرب حاجه؟ بيشرب كل انواع المخدرات. انا شفت بعيني ما حدش قال. كان عندنا جزامه كده فيها درج وفيها ورق، كل قبل ما يجي ماشي يفتح الجزامه ويقول اصلك انا باخد الدواء الكبد بتاعي. خليته مره مشي
ورحت صورت الحاجات اللي في الدرج، لقيت بقى شريط احمر وشريط ابيض وحتت معرفش لونها بني ومعرفش ايه. انا صورتهم بعتهم لحد من اخواتي قال لي الحاجات دي ايه. ايه بقى الحاجات دي؟ افيون، ترامادول، والاباتريل، كل الانواع اللي تتخيلها يعني. والحشيش كان بيجيبه. يعني انت تقصدي تقول ان هو طول النهار قاعد يشرب شيشه ويشرب حشيش وياخد، ولو ما لقاش ما فيش الحاجات دي، شفت المسكن بروفين 600 ده كان بياخد بنص الشريط مره واحده. انت تقصدي ان هو لما بيبقاش واخد الحاجات دي بيضربك، لما بياخد الحاجات دي ما بيجيب برنس. بيبقى برنس. ايوه يعني عال وفايق والدنيا حلوه. اول ما الحاجات دي لو جيت لو هرشت له، لو قلت له تعالى كل، تبقى ليلتي سودا. لو ما خدش الحاجات اللي انت بتقولي عليها المخدرات ديت، لو كلمته اي كلمه لو يعني مثلا لو مشغلين التلفزيون بتفرج على مسلسل بحب اتابع، مفيش خروج، مفيش بلكونه، مفيش باب، بتفرج مفيش شغل في التلفزيون، يقول لي قومي اعملي لي شاي، وبعد ما اعمل كوبايه الشاي روح دلقها عليا سخنه. وبعد يبقى رايق، يقول لي قومي اعملي لي شاي، يروح واخد يقلب القناه ويخبي الريموت. اي حاجه يجر شكلي بيها وخلاص. يعني انا يا جماعه انا عقل على فكره. طب هو لما كسر لك ايدك ورجلك زي ما انت قلتي صح؟ سبت أيوة. البيت ومشيتي. اتصل بواحده صاحبتي، هو كسرني، واتصل بواحده صاحبتي قال لها انا هموتها. راحت اتصلت باهلي قالت لهم الحقوا ده بيموت اختكم. هو ما قالش لا. بعد كده راح هو اخويا اتصل بيه قال له في ايه عندك؟ راح قال له ما فيش حاجه، ده انا ضربتها بالقلم وقعدت تعيط وانا سابني مرميه على الارض. رحت قلت له الحقني يا صبري انا بموت. راح قفل مع صبري. صبري ده اللي هو اخوكي. اه صبري اخويا الكبير. قفل مع صبري اخويا وكمل عليا. كانت ايدي الاثنين مكسورين، كنت حامل وكاني بولد، الارض كلها كانت ميه. يعني الضرب ده وانت حامل لسه في بنت في الشهر الخامس. في الشهر الخامس. وبعد كده راح صبري خلى جه هو واخواتي البنات وامي، واول ما طلعوا على السلم لان انا نازلين راح نزلني من شعري وسابني في وسط السلم وجري ورا اختي، خد السنجه جري ورا اختي في الشارع وراح ضربها بالسنجه على ظهرها اختي الكبيره. ولما علينا الناس الجيران اتلمت وجابت لنا عربيه ومشيتنا. ايه سبب بقى اعتداء على اختك تاني معلش كده؟ عشان جاي تاخدني انت جاي في بيتي ودخل قفل. كان الباب اول ما لقاني عند باب الشقه رموني على السلم وقفل باب الشقه، خاف احسن يجوا ياخدوا العزال ولا حاجه يعني. فراح نزلنا على القسم ما قدرناش نروح قسم اوسيم لانه لم الشارع علينا وجاب بلطجيه طلعوا على اخواتي. فالجيران انتوا كنتوا ساكنين في مكان غير مكان الوراق دلوقتي؟ لا انا وهو كنا ساكنين في اوسيم واهلي من البصراوي. فراح اخواتي ما قدرناش نروح قسم اوسيم لانه جاب بلطجيه طلعت علينا. فالناس الجيران اتلمت جابوا لنا عربيه روحونا على امبابه. ده كل ده عشان اختك جايه تاخدك؟ ايوه عشان اهلي جايين ياخدوني وانا متكسره. هو عمل كده اخدك؟ اهلي كانوا جايين ياخدوك بمشكله يعني فهو تصدر لهم بكده ولا كانوا جايين بشكل سلمي؟ بشكل سلمي، ماهمش سلاح، ده جايين ياخدوني يودوني عند الدكتور لان اللي اتصلت بيهم قالت لهم الحقوا اختكم بتموت الحقوها. وهددته وقالت له انا اهلي كلهم في امن الدوله، لو لمست مريم انا اعرفها من سنين هوريك. واتصلت باخواتي جم خدوني، ولما جم خدوني رحنا على اسم بابا عملت المحضر. وانا صعب، انا جابوا لي كرسي بعجل في القسم والام انا كانوا شايليني عشان اعمل المحضر. إيه؟ في اسم امبابه. والاسم راح اوسيم ما رجعش، المحضر راح اوسيم ما رجعش. وجم رفع عليا طعم وانا حامل وجم ابهات الكهنه. انت بعد بقى بعد ما حصل ده كله رحت بيت اهلك؟ بيت اهلي. فضلتي قاعده هناك؟ رفع عليا طاعه بقى وانا في البيت وانا مكسره، وهو اللي طاعه عشان ترجعي له تاني، عشان نرجع له. فجابوا جه محامي وجه الناس والناس اتلمت وقال جاب شيخ البلد بتاع اوسيم وجاب ناس محترمه جدا والحد شغال في بنك وقعدهم وقعدوا كلهم قعدوا يقولوا نضمن ماهر واحنا نضمنه برقبتنا وحقك عليا كان انا اسمي مريم عشان انا حامل ومش عايزين يقولوا كان بيقولوا لي يا ام مريم حقك علينا ومش هيعمل كده تاني وما اعرفش ايه. كنت حامل في الثامن لما رجعت له يعني قعدت 3 شهور في بيت اهلك لحد ما فكيت الجبس. اول يوم رجعت حط راسي في الارض وحط فوقيها الجزمه ورنيني علقه عشان انت سبتيه الفتره دي كلها، عشان انا سبته 3 شهور. ده برنس، ده موظف وانا اهلي زبالين، ما ينفعش اسيبه. انا ما عنديش رجاله وهو الراجل سبع الرجال. ده كان كلامه هو؟ ايوه ده الكلام اللي كان بيتقال. وطلع البندقيه من ال ومعاه سلاح في البيت؟ كان معاه بندقيه. بندقيه وسنجه، يعلم ربنا مش بكذب، بندقيه وسنجه. وقال لي لو فكرتي تروحي عند اهلك تاني لهموتك وموت اهلك كلهم. بعد كده تاني تهديد، قال لي هموت اخوكي. قلت له خلاص موت اخويا، انت هو يموت وانت تخش السجن عشان ما عرفش يدافع عني.
راح مسكني رنين العلقه عشان قلت الجمله دي. بس انا غلطانه ان انا قلتها، بس انا كنت محموقه، يعني انا هعيش تحت التهديد وتحت السلاح وما يرضيش ربنا. ايه دي بس يا مريم، احنا بنسمع منك براحتك. الناس موجودين، الناس لحد دلوقتي كانوا على تواصل بيا قبل الخط ما غير الخط اللي كان معايا. كانت الست بتسهر طول الليل في البلكونه، الست كانت بتسهر طول الليل في البلكونه عشان تخش عني لو عشان ما يضربنيش. والجار اللي قصادي لما تسمعه بيشتمني كانت تقوم تخبط عليا عشان كان مانع اهلي، وكنت بروح عند الجاره تخليني اكلم اخواتي. ده الكلام ده من كام سنه؟ الكلام ده وانا لسه حامل في التاسع في بنتي. ده كان امتى يعني؟ انت بنتك عندها قد ايه دلوقتي؟ بنتي عندها 6 سنين وشهرين. الكلام ده في 2015 شهر 9. وبعد كده الجاره اللي في وشي هي اللي هربتني وركبتني وادتني حق التوك توك ولمت لي شويه هدوم من بيتي قبل ما يرجع من بره. وكان بينزل الساعه 7 يجي الساعه 2 بالليل يلعب قدوما على القهوه. كنت ساكنه في بيت عيله ولا لوحدك بره انت وهو؟ لا بيت عيلته هو يعني. لا في مكان ايجار بره. والجيران كلهم كانوا صعبان عليهم وكانوا عمالين يقولوا انت رجعتي له ليه؟ طب ما فيش حد بيرضى بالكلام ده، انتوا ما عندكمش. طب انت كنت بتقولي لاهلك الكلام ده؟ كان منعني عن اهلي. ما كنتيش بتتواصلي معاهم في التليفون خالص؟ في السر من عند ام سمير اللي كانت قصادي. طب ليه ما كانوش بييجوا يقعدوا ويتكلموا معايا؟ مش عايزين مشاكل، عامل لهم محاضر. ما هو في مشاكل وفي ضرب وفي اهانه اهو. ما لا هم عامل لهم محاضر ليه؟ انا اهلي ناس غلابه. ايوه عامل اهلك محاضر ليه لما هم ناس غلابه؟ هو عامل لهم محاضر ليه؟ عشان ارجع تحت الجزمه. ما انا فهمتك يعني. هو عشان يجبرك على الرجوع كان بيعمل لاهلك محاضر؟ ايوه ده تمام. ده في 2015 رحت هربت منه قبل ما يوم 12/10/2015 هربت منه. جارتي المسلمه اسمها منى هي اللي هربتني وركبتني توك توك وادتني حق التوك توك. وبعد كده لما رحت بيتنا بعدها ب7 ايام قعد يبعت تهديدات لاخواتي ورسائل. وبعد كده راح لما جيت عند اهلي ولاد راح اتصل بعم نادي لبيب في عندنا الله يريح روحه، وكان اخو عادل لبيب في عندنا في البصرات، وده كان داخل في المشكله من ضمن الناس اللي ده ناس كبيره من المنطقه عندكم يعني. من ضمن الناس اللي رجعتني قال له يا ابني راح كلم اختي. قال له هي قالت له هي والده يا عم نادي ازاي يعني هي والده واحنا في المستشفى. راح قال له يا ابني بدل ما تعمل مشاكل وتعمل محاضر لاخواتها روح لمراتك وصالحها، مراتك والده اكتر وقت محتاجاك فيه. انا ولدت يوم 20/10. راح جه وجاب لحمه وفراخ وهدوم للبنت. كنت لسه والده بقى بنت. كان بقى لي يومين والده. وجاء عم نادي قال لي بنتي عشان بنت دي عشان الحته الحمراء دي الحته. حاول يهدي الامور بينكم يعني يا عم نادر. ورجعنا جاب اب كاهن قبل السبوع بيوم ورجع وعمل سبوع كبير جدا. تاني يوم الصبح قال لي تعالي نكشف البنت، كانت مولوده عندها ارتجاع في المريء وبتزرق. رحنا نزلنا قال لي يلا هنروح البتاع. اضطريت واخد لبس البنت وانا نايمه وخد الورق وخد الهدوم البيبي وخدني عند عربيه عند كوبري اسمه كوبري الزاديه في اوسيم وروح رماني وخد البنت ومشي. رماكي في الشارع بعد اسبوع بيوم؟ رماني وانا لسه والده، كنت لابسه بنص كم ومنطقتي كلها متشددين وكنا في شهر 11 يوم 4/11/2015 يوم عيد الحب يعني. رماني في الشارع ورمى عليا 20 جنيه شفت كتر خيره وتعب. راح قعدت اعيط واسال الناس ما رضوش يقولوا لي انا فين. انا ما كنتش اسمه كوبري الروبي في اوسي ما رضوش يقولوا لي انا فين. وما تعرفيش سبب ان هو سابك في الشارع ليه وخد البنت ومشي؟ انت مش مستواي ناخد لحم انت ولدتي خلاص انا اخد بنتي وانت. طيب وبعد كده بعد ما خد البنت ومشي ايه اللي حصل بعد كده؟ انت رحت على فين؟ ورجعت على المكان اللي انا ساكنه فيه. الناس اللي كانت بتدافع عني هم عيش مفتاح ماشي. الناس قعدوني عندهم واللي يجيب لي عصير واللي يجيب لي ميه ويقعدني وقعدوا يتصلوا بي. الراجل بقى اللي رجعني انا اخويا اتصل بالراجل اللي رجعني من اوسين اسمه عم اسمه ايه مش فاكره اسمه. المهم قال له يا ماهر عيب انت بتصغر الرجاله الكبيره معاك هات البنت وتعالى. قال له بنت انا خدتها وهي من حق اهلها انا مش هاخدها. انا خدت لحمي وهم ياخدوا لحمهم. انا خدت لحمي وهم ياخدوا لحمهم. المهم من هنا لهنا من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 12 بالليل في عز كان الجو ساقع قوي. الناس ليه ما رحتوش على اهلك؟ اهلي اللي جولي. اهلك جولي عشان يحاولوا معايا عشان يجيبوا البنت. انا ما رضيتش امشي. انت عاوزه بنتي؟ انتوا اللي رجعتوني وانتوا اللي تجيبوا لي بنتي. انا بنتي دي شفت فيها عذاب الوان وانا بولد كنت بموت. والدكتور طلع قال لهم ادعوا لها وما كانش فيه فصيله دم في المستشفى. والدكاتره قعدوا يقولوا لي ما تخافيش يا ماما. وقعدت اصلي واقول يا رب لو تاخدني خدني لو بنتي عشان ما تبقاش مولوده يتيمه وربنا طلعني بالسلامه وانا بتكسر ما ماتتش. فكنت كل همي بنتي ما
بس احنا عاوزينك تهدي بس يا مريم، استاذنك بس تجيب المايه دي. ايه ده يا مريم بس كده بالراحه؟ بس رحت لاسم الاوسيم لقيته عامل لي محضر من 6 الصبح ان انا سرقت الذهب وسرقت الشقه ومشيت. راح مامور الاسم ايه ده يعني؟ هو رماكي وراح عمل لك محضر في اسم اوسيم ان انت سرقتي؟ وانا نايمه نزل الصبح خد الهدوم وخد وراح عمل لي. ثواني بس، انت دلوقتي هو رماكي في الشارع زي ما قلت ورمى عليك 20 جنيه؟ كانت الساعه 9 الصبح. طب تاني يوم بقى انت بت في بيتك جالك بالليل؟ ما مشيتش، انا فضلت قاعده قلت للراجل اللي رجعني واهلي انا مش هتحرك من هنا. هو جه بقى بالبنت ولا ما جاش؟ ما جاش من البنت. وما انت بت فين؟ انا في الاسم. انا بقيت ليله وانا انت روحتي في الاسم تعملي محضر بالواقعه. في بنت بقى داخله كليه حقوق في سنه اولى حقوق والتجاره. هي راحت الاسم. انا فضلت واقفه في الشارع. في محضر متحررها قبل الواقعه. هو كان بقيت النيه هنا، هو هنا راح عمل محضر الساعه 6 الصبح لما رماها في الشارع عشان عارف انها تروح تعمل محضر بالواقعه. ايوه. فراح عمل لها محضر عشان الاسم يروح حابسها وتقول اقوالها في محضر. يعني هو نيته كانت على التنازل. كبيرة اعتذر عن بنتها ولا على المحضر اللي عملته له؟ المحضر هي عاملاه له. تمام. في واحد من الكنيسه اتصل بيه قال له مراتك في الاسم وحابسينها وبيقولوا ان انت عامل لها محضر. فهو كان متعرف على كل بتوع الاسم. لما النور يقطع يتصلوا بيه يقولوا له يا ماهر النور قطع. وعشان في ورديه في الكهرباء يعني هو على كده كان شغال في اداره اوسيم في الكهرباء. ايوه. واحنا الشقه بتاعتنا كانت جنب الاداره. فهو عارف الناس والناس عارفينه. فراح مامور الاسم كان محترم قوي 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 قوي. قال لي انا هوريه قيمه اللحم ايه، ان هو ياخد بنت لسه ياخد ست لسه ورده يرميها من العربيه ويرمي لحمه كده في الشارع ازاي. وراح اللي كلمه وراح جه. فكروا بقى ان هو بيجيب لهم النور وكده فهيقولوا له يا سعاده البيه. راح خدنا بقى خد منه قلعوا الحزام خدوا مننا الورق كله واتحبست انا وهو. تاني يوم اتعرضنا على النيابه. انا المسجلين خطر جوه الحبس صعبت عليهم وخليتهم عيطوا. اللي داخلين في اداب ومخدرات وبودره كلهم جوه الحبس ما خلتش واحده ما عيطتش. رحتي انت واتعرضتوا بقى على النيابه؟ اتعرضنا على النيابه. قعد يقولوا دي مش عايزاني اشوف بنتي دي معرفش ايه. راح وكيل النيابه قال له ما اشوفكش هنا تاني وتجيب لها بنتها. على بال ما اخوه جه كانت الساعه عدت 2. فادوني البنت وخرجوني وهو بيطول تاني يوم الاسم وما هنش عليا. وتاني يوم الصبح رحت اتنزلت عن المحضر اللي انا كنت عاملاه. ابو بنتي عشان ما تبقاش في بنتي ان انا حبست ابوها. ايوه. وهم كلهم كل حتى في حد من الكنيسه قال لي اوعي تتنزلي هتضيعي حقك. بس انا ما هنش عليا. قلت في بيننا عيش وملح وما ينفعش اعمل كده. وخدت بنتي ورجعت على اهلي. قعدت 6 شهور كل شويه يبعت لي واحد يبعت لي 2 يبعت لي اب كاهن يبعت لي اخوه ومراته. والاخر بقى ابن عمتي قال لك يا بنتي انا عامل عليكي احنا جوازه المسيحيين وما ينفعش اللي انت بتعمليه ده ارجعي وعلى ضمانتي. وابن عمتي اخواتي كلهم ما كانوش موافقين وانا سمعت كلام ابن عمتي عشان كبير يعني هو ابن عمتي بس كبير عياله اكبر مني. دي كانت اول محاضر بينكم انتوا الاثنين. حصل محاضر تاني او حصل اعتداء تاني منه؟ ما اسمع بس. انا رجعت له بعد فضل يشتم على ابن عمتي اللي رجعني ليه واشتم على عيال عمتي. قعدت معاه شهرين ورجعت قررت مش هرجع له تاني. جه بقى في شهر 11 راح جايب بلطجيه وكان مظبط الدنيا وخطف مني بنتي. يعني هو جايب بلطجيه يخطف منك انت بنتك وانت لوحدك جايب لك بلطجيه؟ وانا ومرات اخويا واخويا من الاب الكاهن اللي كان ابونا قال له يا ابني قربي طب شويه عشان الصوت بس. قال له يا ابني ضمها في المستشفى بتعمل عمليه روح اسال على حماتك يمكن الود اللي بينك عشان خاطر العيله الصغير. راح قال له خلاص ماشي يا ابونا وخلينا في المستشفى واخواتي كلهم امي بتعمل في المستشفى. راحت هي ومرات اخويا يجيبوا هدوم وغيارات من البيت. راحت هجم عليهم سلاح وجايب كام راجل انا معرفش 40 راجل 40 راجل وقفوا من بره. ايوه جايب 40 راجل ليه؟ عشان يخطف البنت. وخد موبايلي وسقط مرات اخويا كانت حامل في التاني زقها. عملتوا محضر بالكلام ده؟ عملنا محضر واتحفظ. عملنا محضر واتحفظ. بس الصراحه حق ربنا احنا ما جرناش وراه برضه. ولفيت بقى رحت انا عملت محضر وعملت انتوا ما تابعتوش المحضر؟ يعني انتوا عملتوا محضر بس ما تابعتوش القضيه يعني؟ انا بقى تابعت في حاجه تانية. عايزه بنتي. رحت محكمه الاسره وكيل النيابه في محكمه في اسم امبابه قال لي يا ماما انا اجيب لك حقك على راسي من فوق. انا دخلت وكيل النيابه بس ده اب وما ينفعش نقول. طب انتوا التعامل الشخص اللي بينك وما بينه جوه البيت اصلا كان طبيعي؟ يا ريت. امال كان ايه اللي بيحصل؟ كنت بعمل اي اكل. حكيتي لي برده حاجات بره اللايف انا مش عايز اتكلم فيها لما انت تعرضيها. انا اي يعني احنا انا مش عايز اتكلم في الحاجات دي لما انت تقوليها معلش. كل اكل كل تعامل شخصي
كل يعني مؤاخذه يعني العلاقه الزوجيه، انا بتكلم بقصد معاكي العلاقه الزوجيه، انت قلت لي ما كانتش طبيعيه برضو. لا ولا اي حاجه، انت قلت لي ان هو كان بيطلب طلبات غير شرعيه. اه حصل منك الكلام دوت؟ حصل. وانت كنت بترفضي دوت، وكان أيوه. بيعتدي عليكي بالضرب ويقول لي ده حقي، حقه ده بطريقه حق غير ماما. شرعيه ده حقي يا ماما، واخده في اي وقت مش بمزاجك. ايوه بيتكلم على الطريقه الغير شرعيه. ايوه صح كده، كان بيقول لي ده حقي. حقه في ايه بقى؟ ان هو ياخد باي طريقه، ويعني ده حقي انت مراتي يا ماما. ولحد يعني وانا بقى من ساعتها بقى، من ساعه ما جبت ما عرفتش اجيب بنتي، كل ما اروح انفذ كان حاططها في ملجا. عرفت لفيت على حاطط بنته في ملجا، لفيت على ملاجئ مصر، ولما عرفت مكانها راح خدها ورجعها عند امه. رحت الملجا وكنت هحبسه، لان انا كان معايا، لانها خدت بنتي ملجا مسيحي وخدت بنتي، وانا لفيت على ملجا في تصوني، ساعدتني ان انا الف على ملجا. مين اللي ساعدك؟ تصوني ساعدتني لحد ما جبت بنتي رهبه، خادمه في كنيسه. راهبه في كنيسه. اه فلحد ما عرفت مكان بنتي، واول ما عرفت ان انا عرفت وكلمتها قالت لها لو ما اديتيش البنت لامها، راحت خافت وراحت مرجعاها له، راح رماها عند امه. بس انا ما اقدرش اهوب ناحيه بيت امه، وخلاص صرفت كل اللي حيلتي، جبت عربيه مخصوص اللي هو الاخصائي الاجتماعي اللي هيجيب لي بنتي والتنفيذ، وصرفت كل اللي حيلتي وما عرفتش اجيب بنتي، فاضطريت ارجع 4 شهور سقطت فيهم مرتين، وايدي اتكسرت فيهم مرتين، وما كانش راضي يجبسني، وواحده من الجيران دفعت لي حق الجبس. وانت حاليا بقالك قد ايه سايبه البيت؟ اول 5 سنين ونص سايباه. بقالك 5 سنين ونص؟ 5 سنين. امال ايه اللي جد في المواضيع وخلاه يعتدى عليكي في الشارع وعورك؟ لا ده مش اول وقعه. لا انا بتكلم ايه اللي جد بقى بعد، انت بتقول انت دلوقتي بعيد عنه بقالك قد ايه؟ 5 سنين ونص. ال5 سنين ونص دول خطفني فيهم مرتين واعتدى عليا 4 مرات. تمام قوي. انا بتكلم على الواقعه الاخيره اللي هو سبب لك فيها ال 165 غرزه اللي في وشك دول، وفي ايدك زي ما حضرتك شايفين ايديها كلها زي ما حضرتك شايفين بالظبط كده وشها. ايه سبب بقى الواقعه الاخيره ديت؟ هو الواقعه الاخيره دي انت سايباه، انت كنت سايبه بيتك بقالك قد ايه بقى قبل الواقعه ديت؟ قبل كنت هربانه منه بقالي سنتين. بقالك سنتين ما شفتوش ولا شافك؟ ولا شافني. لا شافني مره، شافك مره في شهر 4 2021. جري ورايا في شارع القوميه العربيه، كنا جايبين شقه هناك في شارع القوميه العربيه، جري ورايا في محل اسمه ابو تريكا بتاع اكل. انا شفته من انا بمشي في الشارع شايفه الرجاله كلها، هو واي حد بلاقيه شبهه جسمه بيتنفض والف وارجع مكانه. انت عندك رعب منه يعني؟ فطلعت اجري في وقت الفطار، رحت لقيت المحل ده، قلت له كان في واحد مليان شويه كده قاعد على الكاشير، قلت له هنعمل هيموت. قال لي بنتي ما تخافيش، وراح قعدني على الكاشير ووقف قدامي، هو عدى من قدامنا كمل على الدائري، والناس اتلمت خدتني روحتني لحد البيت. فروحت قعدت عند حد من قرايب 4 شهور، فرجعت نلم العزال عشان ننقل. تهجم علينا بقى في عيد الاضحى اللي فات، طفى علينا النور وجاب بنزين، وكان بيحاول يفتح الباب يا اما يولع فينا. فصوتنا عنا نصوت من البلكونات وكده، واتصلنا بحد ساكن فوق، راح عبال ما نزل كان هرب. انت قلت لي برده ان هو عور جوز اختك. و 30/9/2021 جوزي جوز اختي بيوزع بضاعه على تروسيكل، شيبسيهات وحاجات على البقالين، فطلع عليه عند جامع فلفل وقال لهم يا جماعه انا اسلمت، وده خطف مراتي وبنتي وهم عايزين. احنا هنيجي لموضوع اسلمت ده دلوقتي، بس احنا بنتكلم على اعتداءه على جوز. ايوه هو ده، راحت الناس ما رضتش تخش عند جوز اختي، جوز اختي خد ضربتين كده راح خاف، راح نزل من على التروسيكل ما خدش المفتاح، راح الولد اللي كان معاه بيساعده برده ساق التروسيكل وخده وطار. رحنا عملنا راحوا الاسم الجديد، اسم المبابه الجديد، راح قالوا لهم لا الواقعه دي تبع اسم الوراق، راحوا اسم الوراق ونزلت التحريات وعملوا، والمحضر لسه في الاستيفه بتاعت اسم الوراق. واتصلنا ب 105 برئاسه الجمهوريه، وانا اتصلت برئاسه الجمهوريه وقلت لهم جوز اختي، وملتهم الرقم واتصلوا بينا، رحنا عملنا وجبنا شهود من الناس اللي كانوا المحلات اللي هناك اللي عند جامع فلفل، ولسه المحضر ما اتحركش لحد دلوقتي. لدرجه انه مراتات اخواتي وجوز اختي ارجعي له، احنا عايزين نعيش حياتنا، ده مبهدلنا. طيب انت برضو هو شافك صدفه اليوم اللي عور؟ ما كان ايه اللي حصل؟ انا مش عارفه هو مين اللي قال له مكان. يعني احكي لي الواقعه بقى بالظبط بتاعت لما شافك وعورك بالشكل ده كده. بص حضرتك انا اليوم الثلاث ده كان ثاني يوم بعد يعني ثاني يوم بعد العيد نروح الحضانه، عيد الميلاد المجيد. فاحنا ركبنا التوك توك ما كانش معانا حد، كل الناس ريحت بس انا بشتغل،
فما ينفعش قاعد بنتي. انا اتطرق برضو الموضوع شغلك ونعرف انت بتصرفي منين الفتره دي كلها. فمامتي رجليها صوابع رجليها مقطوعه من السكر كده، فانا ما بتقلش عليها، بود البنت الحضانه. والدك مش عايش؟ اه لا، والدي متوفى من 2008. اه فما بحبش اتقل على مامتي. فاشتغلي. بشتغل وفي نفس الوقت هي بتاخد البنت الساعه 2 تغديها وتنيمها لحد ما نرجع نكتب الواجب ونشوف ورانا ايه. بتشتغلي فين يا ولد؟ بشتغل في دار مسنين. اشتغلي في دار مسنين عشان تصرفي على بنتك وعلى نفسك وتساعدي والدتك. اه عشان احنا ما عند... مفيش مصدر داخل غير معاش والدتك. والدتك مريضه سكر. انا بشتغل ومامتي بتقبض 400 جنيه معاش، ما يعملوش حاجه. انا بشتغل واختي بتشتغل وبنصرف على نفسنا وعايشين نفسنا، بندفع ايجار وبندفع ميه ونور وما بنقولش لحد ادينا حاجه وبنشتغل احنا وبننام من الساعه 9 ببقى نمت عشان خاطر بيبقى عندي شغل. بصحى الساعه 6:30 7 الا ربع عشان خاطر اروح الشغل واقوم البس بنتي ونلبس وننزل كلنا. يعني هو لما شافك صدفه كنت نازله رايحه شغلك؟ صدفه، ده مدبرها لانه ما كان بيبقى حد قال له انت نازله، كان متابع تحركاتك. لان احنا وقفنا وبعد 5 دقايق التوك توك اللي هو جايب لي وقف. انت نزلتي من بيتك ركبتي توك توك ولا التوك توك ده بيوديك وبيجيبك اصلا؟ بيوديني انا وبنتي. تمام. وبعد كده هو بيجيبها على البيت. هو شافك في التوك توك؟ اه زمر. ده عند بيتك ولا بعيد شويه عن بيتك؟ لا بعيد. فين بالظبط؟ يعني 10 دقايق من البيت. راح وقفنا، راح جه هو اللي وقفكم. احنا وقفنا في نص الشارع. تمام. احنا كده كده لان دي حاره. ايوه وقفت في الشارع ليه؟ في ولد اسمه كيفن بيروح مع بنت الحضانه. اه كنت مستنيين حد يروح معاكم. يعني لمامته انزلي نزلي كيفن، فقالت له حاضر يا عم مجدي. فلقينا توك توك بيزمر لنا، راح مجدي ركن على جنب، راح سواق راح لقينا توك توك وقف، لقيته نازل. تعطلت بقول له الحاني يا عم مجدي، الحاني يا عم مجدي. راح عم مجدي قام، رحت انا قلت ايه طالما جاي لوحده عم مجدي اتصرف معايا وانا اخد البنت ادخل اي عماره. راح لقيت جايب معاه واحد، الولد اللي معاه ده كان معاه مفتاح انجليزي. الكلام ده كان 6 الصبح؟ لا مش 6 الصبح، كان النهار اليوم ده نزلنا متاخر شويه، كانت 7:30 عبال ما وصلنا عند كيف. يعني الصبح كانت 8. 8 فضل يشد مني البنت وهو مسك عم مجدي عوره في راسه وفي دراعه. يعني هو عور ساقه التوك توك راح. ايوه اه عور عم مجدي وقعد عم مجدي دوت اللي هو رفض ان هو يطلع خوفا برده منه. اه عم مجدي برده لحد ما دافع عن لولا عم مجدي انا كان زماني دلوقتي في خبر كان، لان هو يعني هو بقى عم مجدي هو بيدافع اثناء مدافعته عنك عوره. عوره وعوره في دراعه. عم مجدي برده عوره تعوير جامده كده ومتخيط وكده ولا تعوير عاديه؟ 10 غرز و10 غرز. 10 غرز؟ اه راح نزل راح مسكه وقعه في الارض وغرقان في الدم، وراح مخلى الولد التاني يضربه شويه يضرب عم مجدي عشان ما يجيش يخش عني، وهو يرفع وشي لفوق انا هوريك انا هندمك انا مش هخليك تضربني. بيعورك بايه بقى؟ بص هي يعني هي شبه المطوه بس مش مطوه اللي هما بيذبحوا بيها الجمل دي، اللي هي فيها حته خشبه ومتنيه كده زي بتاعه الموز كده يعني. اه بس على اصغر شويه اللي بيذبحوا بيها اللي بيعملوا اللي بيشفوا بيها اللحمه بتاعه. محدش حش؟ محدش في الشارع حش؟ ما هما بقى ان عبال ما الناس لما عم مجدي ما عرفش يدافع عني قعد يقول الحقونا يا ناس الحقونا، واحده ست بتتضرب الحقونا يا ناس. في ولد اسمه محمد، انا عرفت بعد كده ان هو اسمه محمد، نط من الدور الارضي من الشباك وراح قال له بنت مين انت جاي تعلم علينا في منطقتنا؟ انا اه ما اعرفهاش. وبقى يشيل عني انا سامعه انا من كتر الدم اللي كان في عيني وفي وشي انا مش مركزه. الناس اتدخلت في الشارع بقى. جري هو ولا فضل واقف برضه؟ مسكوه ضربوه وجري. الولد اللي كان واقف جوه التوك توك جري مشي بالتوك توك، والولد اللي كان معايا طلع يجري وهو اخر واحد هرب من الناس. تمام. بعد كده الناس خدوكوا وودوكوا المستشفى؟ لا اتصلنا ب 100. انا خفت احسن يكون مستنيني في حته قريبه. خفت انت تمشي لوحدك تاني؟ اتصلت ب 122 من عند مامه الولد اللي كنا مفروض اللي انتوا مستنيين نروح مع بنتك الحضانه. اتصلت ب 122 وقعد يقول لي اجيب لك عربيه اسعاف، متاخروا نص ساعه. رحت اتصلت باختي راحت جت بالبيجامه راحت خدتني ودتني مركز الوراق، راح قال لي هنا مفيش طوارئ كلنا كورونا. رحت مركز امبابه راحوا دخلوني الدكتور قال لا ما ينفعش نخش هنا لازم قصر عيني، دي جروح قطعيه في الوجه ولو خيطنا اي خطأ وشها هيبوظ. اطلعوا بيها خدنا مندوب شرطه كتب لنا ورقه والتحويل من المركز الوراق، رحنا على القصر العيني. قعدت من 10 الصبح لحد الساعه 7 في اوضه العمليات بيخيطوا له وشي وايدي. وبعد كده قالوا لنا ما رضوش يدونا التقرير الطبي وقالوا لنا روحوا قسم امبابه. رحت الاسم اللي انت طابعه ليه، رحت قسم امبابه اسم الوراق قالوا لي الشارع ده تبع قسم امبابه. رحنا قسم امبابه راحت عمل لنا المحضر وادانا ورقه قال لي بدل مش هنبعت مندوب احنا روحي مركز امبابه. رحت كتب ما كتبش كمان الغرز،
احنا قال لي احنا بناخد بالشبر بالسنتي، يعني دي 4 سنتي دي 3 سنتي كده، كلها غرز او جروح قطعيه في الوجه، او جروح قطعيه في الوجه وفي الراس وهنا راس برضه. ايوه والله هو اللي في وجهك كافي يعني يا مريم، مش محتاجين نشوف اللي في راسك. ان ايدي اكتر حاجه يعني، يعني انت كفايه منظر وشك وكفايه منظر كان ايدك. الصباع كان متقلدين والدي الوصله للعقل هي مش كبيره بس واصله للعظم. هو ظهر برضو في لايف امبارح وبي بي بي بيعلن فيه اسلامه، او انت قلت ان هو كان بيطلع شهادات ان هو بيعلن اسلامه او حاجه زي كده. الورقه مش مزوره بس ما غيرش بطاقه، الورقه صحيحه. وهو كان بيتعامل ان هو فعلا مسلم يعني. لا بيروح راح معايا الكدرائيه وقال انا مسيحي وعايز اربي بنتي. هو امبارح طلع في لايف، ورينا كده لايف بعد اذنك. هو امبارح انت بتقولي ان هو طلع في لايف. أيوة. بتقولي ان هو قدام مدينه الانتاج الاعلامي مستني حد يدخله عشان يتكلم. ايوه صح كده، انت عامله له اصلا محضر وجايبه للاستاذ جون رقم المحضر. ايوه طب هو رايح اسم رايح ازاي استاذ جون عند مدينه الانتاج الاعلامي؟ يعني هو مش فارق معاه ولا همه حاجه؟ ما احنا مش فاهمين برضه. طبعا ده اللي حصل في مريم ده شيء مؤسف، شيء تقشعر له الابدان. مش عارف ايه اللي ازاي زوج يعمل كده، او ازاي بني ادم شويه ما اعرفش ازاي زوج يعمل كده في مراته، او ازاي بني ادم اساسا يعمل كده في مراته. طبعا ده شيء مؤسف جدا. احنا جبنا استاذ محمد المحاضر القديمه اللي كانت عاملاها له، كانت عامله له كذا محضر ضرب في اسم الوراق وفي اسم امبابه وفي اسم اوسيم. جبنا المحاضر ديت ومستنيين نوديها للنيابه العامه. النيابه العامه طلعت امر بضبط واحضار المتهم، فهو حاليا مش قادر يروح او يجي حته قريبه من هنا سواء وراق او امبابه. فبيعمل كالاتي، هو عايز يعمل اي فرقعه ان الناس تتعاطف معاه مش اكتر. اتفضل حضرتك كمل. ان الناس تتعاطف معاه مش اكتر، بس احنا واثقين كامل الثقه في القضاء. الموضوع مش هيعدي بسهوله، احنا واثقين في القضاء يجيب لنا حقنا. طبعا المنظر يعني المنظر مش محتاج اي كلام، يعني المنظر خير من الف كلمه. والله يا استاذ جون هو الموضوع فعلا صعب، احنا كلنا عندنا مشاكل زوجيه وكلنا بنتخانق مع مراتنا، ويمكن دي بتكون العلاقه في البيت. بس ما حدش فينا بيعور مراته 165 غرزه يعني. لا طبعا يا فندم، مفيش بني ادم يعمل كده في بني ادم طبعا. ده ولا دين مسلم ولا دين مسيحي ولا دين يهودي قال كده. حضرتك طب ايه رايك في الفيديو دوت؟ هو طالع لايف زي ما قلت لحضرتك اهو، طالع يمكن احنا هنسمع الساده المشاهدين. حبيت ارد، انا مستني بس حد في مدينه الانتاج الاعلامي، انا قدام مدينه الانتاج الاعلامي اهو، مستني حد بس هيتصل بيا هيدخلني جوه. انا مقدر وعارف ان اللي حصل ده من ربنا، ان اللي حصل لك ده من ربنا ليا انا. معلش هنجيب لكم الفيديو الاول عشان هو بيقول حاجه في الفيديو كده برضه حضراتكم تسمعوها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين. اما بعد، انا السفاح اللي بتقول عليا زوجتي في الوراق اللي واخده 700 غرزه في وشها ان انا قطعتها. انا حبيت ارد، انا مستني بس حد في مدينه الانتاج الاعلامي، انا قدام مدينه الانتاج الاعلامي اهو، مستني حد بس هيتصل بيا هيدخلني جوه. انا مقدر وعارف. احنا عاوزين نسال حضرتك في حاجه برضو، قصه انا السفاح هو مش فارق معايا حاجه؟ هو ده اعتراف ضمني منه يا استاذ محمد. هو ده اعتراف ضمني، هو شايف نفسه ان هو مش همه حاجه. انا زي ما هي عملت لايفات انا عامل لايفات. طب انت راجل عملت كده في زوجاتك، انت عايز الناس تتعاطف معاك بقى؟ لا هو طالع بكل عادي خالص، مفيش اي في دماغه اي حاجه، ولا انا السفاح. مفيش اي يعني حاجه في دماغه انا السفاح، يعني اخبطوا دماغكم في الحيط. انا هربان بره دوائر الوراق وامبابه، المربع بتاع الوراق وامبابه وعسيم، واخبطوا دماغكم في الحيط. والموضوع 3 4 ايام اسبوع 10 ايام هيتنسي عالميا، ودوروا عليا لقوني. ما هو يا فندم اللي حصل كالاتي، هي الست دي عشان غلبانه ما لقتش حد يقف معاها. اللي حصل كالاتي، كانت تروح تعمل المحضر من ده كان اهلها يتغاضوا عليها، وهو بحكم نفوذه وان هي ضعيفه كان يعمل كالاتي، بيستغل الحته ديت وخليها تتنازل. طب هي اتنازلت مره، اتنازلت الثانيه، اتنازلت الثالثه، فاستحلى الموضوع. ايه السبب المقنع مهما كانت غلطانه ولا مهما كانت عامله، ايه السبب المقنع ان اللي يخلي زوج
يعمل في زوجك كده؟ مش هقول زوج، ايه اللي يخلي انسان يعمل في انسانك كده؟ طبعا طبعا يا استاذ محمد كلام غير منطقي، انا مش لاقي تعليق اقول مناسب على الواقع. مدمن مخدرات ويعني بني ادم مش طبيعي يعني. حضرتك زي ما سمعت في حوارنا معاه وحضرتك كنت قاعد معانا، حاجات كتير بيشرب مخدرات، بيتم معاشرتها بشكل غير شرعي، بيبيعينها، بيضربها، بيكتفها. احنا مستنيين القضيه تتحل محكمه الجنايات، عشان ده طبعا دي مش جنحه ضرب، طبعا ده ما ينفعش النيابه العامه توصفها بجنحه ضرب. ده هنا شروع في قتل بس اللي حصل كالاتي، هنا شروع في قتل بس اللي حصل كالاتي. الموضوع عباره كالاتي، هو جه عايز بيحاول يقتل، بس هنا خاب اثره، خاب اثره لسبب لا ارادي. نص الماده 46 اجراءات جنائيه قال ان هو هنا الشروع ان القتل، هنا ان الشروع في قتل اقرب عشان المايك بس، ان الشروع في قتل ان هو انا عايز ينفذ او بدا في التنفيذ ولكن خاب اثره، ولكن خاب اثره لسبب لا اراده فيه. فدلوقتي يا فندم هتنزل محكمه الجنايات هتتحاكم بنص، هتتحاكم بنص الماده 46 من قانون العقوبات. هو مفكر الموضوع بسيط، بس هو ما عرفش ان الموضوع قد يصل للسجن المؤبد. ما تقلقيش وان شاء الله خير، وهنجيب لك حقك سواء من المحكمه الجنائيه او من المحكمه المدنيه، وموضوعك معروف وما فيهوش اي، انت مش شايفه تتبلي، ما فيش حد يعمل في نفسه كده يتبلى، واحنا مش محتاجين نقول ان هو، هو مش محتاج يقول ان هو انا بتبلى. هو هنا ده اعتراف في الفيديو واللايف بتاعه اللي عامله قدام مدينه الانتاج العالمي، ده اعتراف ضمني. انا السفاح. يعني ايه انا السفاح يا فندم؟ مش فارق معاك. يعني ايه انا السفاح؟ هو زمن الفتوات شكله رجع. هو زمن الفتوات شكله رجع. انما لا، احنا في بلد محترمه وفي رجال شرطه كويسه طبعا، طبعا. وفي قضاء نزيه. اكيد كلنا بنثق في قضاءنا العالي. كلنا بنثق في قضاءنا، والموضوع مش هيعدي بالسهل. مش هيعدي بالسهل. في حاجه قلقانه منها، موضوع ان هو خايف ان هو ياخد بنتها منها. عاوزين نطمنها في الموضوع ده برضه يا استاذ جون. يعني بتقول لك هو بيحاول ياخد بنتي اكتر من مره وبيبعت ناس، وهي قاعده مرعوبه في بيتها. احنا عشان نجيبها اصلا طلعنا وفاتحين قافلين باب حديد من تحت وقافلين باب حديد فوق. يعني انت يا استاذ محمد مصدق ان هو عايز بنته؟ يا استاذ محمد بنته دي مش اكتر من وسيله، هو بيضغط عليها كل شويه على زوجته علشان تتنزله عن المحض. وهو دلوقتي هيجي كمان شويه هنسمع كمان يومين ثلاثه انا راجل عايز بنتي. عايز بنتك ليه يا عم؟ لحمي بس. هو لا لحمه ولا مش لحمه، انا لسه ما اتفرجتش على اللايف ما اعرفش. بس هو هنا مش موضوع لحمه ولا مش لحمه، ما انت لحمك عملت فيه كده. تفرق ايه بنتك عن مراتك؟ انت هنا مش عايز بنتك، انت هنا عايز تضغط عليها ان هي تتنزل لك عن المحضر علشان تاخد بنتك. انت ما بتفرقش معاك بنتك وهتفرق معاك غيرها. انت كل اللي يفرق معاك مصلحتك، كل اللي يفرق معاك تشبع رغباتك اللي انتقاميه. رغبات انتقاميه. ابسط كلمه ممكن تتقال عن اللي بيحصل ده هي رغبات انتقاميه. ورغبات عدائيه. ما اعرفش يعني ايه واحد يعمل في انسان كده. انا راجل شغال عمري ما شفت المنظر ده، منظر ان واحد يعمل في زوجته كده. طب احنا سمعنا عن بلطجيه في الشارع، رد سجون واللي عندهم سوابق واتهامات بيعملوا في بعض كده، بيبقوا في حاله تغيب، حالات كتيره. انما اللي يحصل ده كده زوج لزوجته في الشارع يا فندم، هنا معنى كلامها ان هو هنا كان متابع هي بتنزل امتى ومراقب وعارفه بتنزل امتى. هو علشان هي عارفه ان عم مجدي، هو عارف ان عم مجدي بيجي ياخدها وبيجي ينزل يقف عند الولد اللي اسمه كيفن، وعارف المواعيد وعارف. طب انت ليه بتعمل كده؟ هي اذيتك في ايه؟ وما ايه وجه الاذيه ان انت تخليه يخلي حد يعمل في واحده سواء بقى مراته ولا هو مش هنا مش بيعور ولا بيضرب، ده بيموت. هنا بيموت، ده بني ادم جاي هنا بيموت. بص يا فندم، يعني دي مش ضربه، دي ما ينفعش ضربه. ايه اللي هو بيعمله دي؟ دي كانت هتيجي هنا، انا فديتك الضربه اللي كانت هتيجي في بطني بايدي. انا قايل لك كده عشان انت قلتي لي كده، فانا عايز ابين للجمهور هو هنا يا فندم ما كانش ضرب هنا خالص. هو هنا كان عايز ايه؟ عايز يدخل المطوه اللي معاه دي في بطنها في اي حته، انت فاهمني؟ ده ستر من عند ربنا. طب ذنبها ايه ان صبع زي ده ما بتحركش؟ ذنبها ان هي اتجوزت؟ يعني ذنبها ان هي اتجوزت ولا ذنبها ايه؟ ذنبها ايه ان يحصل في وشها كده؟ سيبك تقربش كده على وشها بعد اذنك. ايه الذنب بقى ان هو يحصل في كده؟ ايه اللي عملته عشان يحصل كده؟ يعني ده انا كمان عامله عمليه تجميل تاني في عيني كان قطعت. احنا بقالنا فتره طويله في الوقت انا قاعد، انا كل ما ابص على وشها انا بحس بقشعريره في الجسم، انت فاهمني؟ انا يعني انا مش متمالك اعصابي وانا قاعد قدامها.
كل ما ابص على وشها مش منظر، ده مش منظر. ذنبها ايه يعني؟ ذنبها ان هي اتجوزته ولا ذنبها ان هي خلفت منه؟ ما هو هي لما خلفتش منه ما كانتش قادر اعمل كل ده، ما فيش وسيله ضغط ليها. يعني تقول لحضرتك هو بيذلها بقى وبيقول لها ان انتوا عشان العيله اقل منه في المستوى المادي وبيستغل حاجات كتير يعني. هي بتقول لك هو بيقول كده، لكن هو الموضوع مش كده. طب قصه ان هو موظف في شركه الكهرباء وبيتعاطى مخدر وبيتعاطى ده كله، طب هو يعني مش المفروض في تحاليل مخدرات الفتره دي؟ المفروض في قانون جديد من رئاسه الوزراء اليومين دول ان في تحليل عشوائي لاي موظف، بس هو واحد هي مش فارقه معاه حاجه. هو لو فارق معاه حاجه ما كانش عمل كده. هو لسه موظف. انت بتبص في المخدرات وما تبصش على اللي عمله. انت يعني ايه بيشرب مخدرات بيبقى برنس؟ هو يعني مش فاهم يعني، بتبقى دماغه مظبوطه يا استاذ طبيعي، ولما ما بياخدش بقى بيبقى اعصابي زياده عن اللزوم، بيتحول. هو مريض نفسي. بص هقول لك، هو مدمن مخدرات يعني، هو فقد المخدرات ده خلاني اشك في نفسي. يقعد يقول لي انت رحت قلتي كذا وكذا وكذا، انت بتفكري في كذا وكذا وكذا، بامانه خلاني جنني. وفعلا بيقول لي حاجات انا بفكر فيها حقيقي. ولما كان يشتمني انا من طبعي ان انا ايه احوش له، وما يجي اب كاهن ولا حاجه اروح قايلاهم، فيقول لي رد يا سوسه انا عارف ان انت بتحوشيهم وبتعملي 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 عشان ما يجي حد تقول له طلعيني مجنون، انا اعلى من بلدك كلها، انا ما بنساش كلمه. وبيقعد بقى يقول لي الكلام ده يعني الجيران كلهم، كل شقه كنت بصعب على الجيران، كل شقه احنا خدنا اكتر من 7 شقق معاه انا وهو، كل شقه في السنه ونص دي كانت الجيران بيطلعوا. طب هو ايه السبب؟ ايه السبب ان انتوا بتتنقلوا من شقه لشقه يعني؟ كل ما يضربني ويتفتح في العماره يروح مغير شقه ثانيه. يعني سكننا في 3 شقق في اوسيم و3 شقق في البلد. يعني صاحب العماره هو اللي بيمشيكوا بسبب الضرب؟ انتوا اللي بتمشوا عشان الفضايح؟ احنا اللي بنمشي عشان الفضايح. بيمشي يغضبني وبعد كده ينقل هو العزال مع نفسه ويجيب ابهات الكهرباء ويرجعني. يعني تقعدي معاه اسبوع زمن، تروحي بيتك ترجعي على شقه جديده. بس بروح عند اهلي شهرين مثلا. بتروح عند اهلك بيتك عند اهلك وبعد كده ترجع على شقه جديده. ايوه كل مره على هذا الحال. استاذ شو بتقول لك؟ يعني انا ما نعرفش برده السبب الحقيقي ان هو ايه اللي خلاه يسيب الشقه. الله اعلم كان ايه بيحصل في الشقه في غياب. ما هو كان مفيش بيجيب سبب في كده، ما احنا ما نعرفش. هو في نقطه برده هي هتحكيها ثانيه. في شقه من الشقق اللي كانت في اوسيم اللي كنت حامل في التاسع، لما رجعت دي انا رحت لقيت هدومي، الهدوم اللي هو ناقلها هدوم الداخليه والهدوم متعلقه ورا باب الحمام. هي عاوزه تقول لحضرتك برضو، هي اتكلمت معانا في الموضوع ده قبل ما نطلع لايف، هي هتحكوا لنا دلوقتي ان هو كان بيجيب بنات في البيت برضو. احكي الموضوع وأنا ده. وانا موجوده في الشقه اللي جابها يعني، وانا ثواني بس لما خطف مني بنتي. بصي يا مريم، كان بيقفل عليا اوضه النوم ويجيب مريم بنات. يعني ايه وانا موجوده في الشقه بيجيب بنات بقى؟ فاهمينا دي بالراحه قوي. بص حضرتك، انا كنت لما خطف مني بنتي اضطريت ان انا ارجع. فهو جاب شقه في بلدهم، فكان بيقفل عليا مفتاح بالمفتاح اوضه النوم، وابقى سامعاه مع ناس بره معاه الله اعلم. يعني مره من المرات كنا ساكنين في البراجيل في شقه في الدور السابع، فانا ايه انا يعني خلاص كان ربنا هدي، وكانت البنت عندها كام شهر وقلت يا بنت عيش وخلاص، فكان بيرضى يخليني اروح عندهم بساعتين زمن وارجع. فايه كان اليوم ده تعبانة قوي، انا من النوع اللي ضغط بيوت. فايه رحت اتفرجت على المسلسل كنا في رمضان ورجعت، مرات اخويا وصلتني لحد ما ركبت التوك توك، كنت واخده معايا اهلي عشان يعمروا لي بيتي عشان ما فيش مشاكل، كانت امي بتديني التومين كل ما اروح عندها. فروحت وصلتني ونزلت من التوك توك عند الدائري، ما كانش معايا فلوس ودفعت كل الفلوس. فاتصلت بيه وانا عند الدائري قلت له ماهر تعالى خدني عشان انا معيش فلوس. راح قال لي انت عند الدائري ولا لسه في البصراوي؟ قلت له لا انا عند الدائري. قال لي خليكي مكانك وانا هاجي اخدك. رحت اتصلت بيه بعد 10 دقايق انت فين؟ قال لي انا في البيت. اركبي توك توك، انت متاكده ان انت عند الدائري؟ قال لي اركبي توك توك، كنت ساكنه في شارع اسمه عند كنيسه ابو مقر عزبه خيزه. رحت وصلت لحد تحت البيت، رحت كان في بقاله عارفاني، رحت اديت التوك توك وطلعت لقيت صاحبه نايم على الكنبه وهو نايم، وفي عامل وليمه يعني ايه وليمه؟ يعني اطباق والسفره، وكان عامل عزومه يعني. فصاحبه بيقول له انا دخلت على المطبخ لقيت ولا 20 حل على البوتاجاز وفي الحوض. قلت له ده انا راجعه. راح صاحبه بيقول له الحمد لله ان هي ما لحقتش وما شافتهمش. راحت البقاله اللي تحت قالت لي كان جايب صحابه بنات ورجاله. انت بتقول ان هو كان بيجيب بنات ويقفل عليكي باب الاوضه يبقى في بره بنات؟ اه اللي في بلدهم. والمره دي انا حكيت لاخته وغلطته، قالت له ما ينفعش تجيب حد في الشقه ومراتك مش موجوده، ولقيت السرير متنعكش وفرشتي متنعكشه وصاحبه نايم على كنبه الانتريه.
قوم يا مريم، احنا كلنا متضامنين معاكي. انت موضوعك دلوقتي بقى الرأي العام كله مهتم بيه، وبنطمنك ان شاء الله باذن الله حقك هيجي لك لغايه عندك ان شاء الله. انت حابه تقولي حاجه تاني او تحكي حاجه تاني للساده المشاهدين او المتابعين لينا؟ لا خالص، عايز اقول حاجه. قولي اللي انت عاوزاه. كل ست تخلف ولد تربيه وتعلمه ان الست دي هي امه واخته، ما يمدش ايده عليها، مش اسهل حاجه يعني؟ ده كل بيضرب حتى اخواته البنات، عشان ابقى امينه قدام ربنا، حتى اخواته البنات بيضربهم. وحتى لما بتبقى في مشكله بينه وبين اخ ان حضرت معاه مشكله، كان رايح يصالح اخته على جوزها، ضربها بالموبايل وقعد يضربها. وانا عاوزه توصلي رساله للامهات كلها ان هي تربي ولادهم على عدم الاعتداء على 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 اخواتهم او على اي حد، عشان ما يطلعوش زي جوزك. انا من لما روحت محكمه الاسره لقيت مشاكل كتير قوي شبه، انا كنت فاكره انا بس الصراحه لما كنت بروح محكمه الاسره كانوا بيوصوا عليا عشان انا اول حاله مسيحيه اقف قدامه ويتخطف مني بنتي، كان ربنا بيوقف لي ولاد الحلال. الناس ما تعرفنيش كان بيقول له اول حاله مسيحيه تيجي قدامي اتوصى بيها، ده حق ربنا اللي كان ربنا. احنا بنطمنك برضو يا مريم، وبقول لك ان شاء الله ثقي فينا وثقي في استاذ جون. هو من خلاله حاليا من نيابه امبابه ضبط واحضار المتهم، تمام يا حضرتك. وهو حاليا هربان مش موجود، ومنتظرين هنحول مريم للطب الشرعي، عشان يعتبر الايد دي كده الفقره دي كده اكزيت، هنحولها للطب الشرعي لبيان بيها من نسبه عجز، وان شاء الله هتتحل محكمه الجنايات. يعني حضرتك تطلب تحويلها للطب الشرعي؟ طبعا هطلب تحويلها للطب الشرعي. ده تصريح من حضرتك دي؟ طبعا. ما هو هنا في عجز يا فندم، ما ينفعش نسيبه، هنا صباعه ما بيتحركش. تمام. هنا صباعه ما بيتحركش. والعجز ده كمان ادى لحاجه هي مش واخده بالها منها، عشان هي لسه في ذروه الموضوع، ان هي مش هتقدر تشتغل. هي قعدت خلاص. هي مش هتقدر تشتغل. لا لا لا. عني اصلا في الشغل مش عايزين مشاكل. هي مش هتقدر تشتغل. حتى لو هم ما استغنوش عنها وقالوا لها تعالي اشتغلي، هي واحده في عجز في ايديها عجز، طب هي هتخدم نفسها ولا هتخدم الناس المسنه؟ وانا اصلا عندي عجز تاني بحركها بالعافيه بس بدوس على نفسي. ده كان السبب فيه هو برضه. ايوه ما كسر لها دراعها. انا ما عملتش اشياء عشان احافظ على اللي في بطني. دي لما كسر لك ايدك ورجلك. وانا معايا الصور ان هو اتصل بعمي وانا حامل وقال له انا ضربتها بالقلم بس، واخواتها مكبرين الموضوع، فكان عندي ناس بيزوروني قالوا لي قلم بس. واحده صاحبتي راحت مصوراني وهي اللي طلعت باللايف قدام الاسم، وهي اللي صورتني عشان تجيب لي حقي. ويعني اشكر كل من ساعد معايا ووقف معايا في ظهري. ويعني موضوع يعني قال يعني حضرتك بتطلب ان انت تحولها للطب الشرعي؟ لازم هنروح للنيابه العامه ونطلب منها تحولها للطب الشرعي، ولازم يبان فيها من نسبه العجز، وهنطلب تعويض. لازم تعويض هنا في نسبه عجز هتتعدى 15%. تعويض عن ايه ولا ايه بس يعني؟ هيعوضوه على الذل ولا الاهانه اللي هي شافته ولا القهر اللي هي شافته؟ يعني امي بتقول فضحت فينا كل فضحتينا ومشي. فضحتيهم ليه انت؟ وانت ما انتيش زاليكي ذنب في اللي حصل ده يا مريم، انت ما لكيش ذنب في اي حاجه، بل بالعكس يعني انت تحملتي اللي ما تحملوش بشر. طبعا كان بيقعد يقول لي هطلع ابوك من تربته واعمل وزنه. يعني ده كمان ما كانش بيحترم حرمة الميت، يعني كان بينتهك حتى حرمة الميت بينتهكها. هو ما عندوش احترام لأي حاجة. يعني هو ما عندوش احترام. هو البني آدم اللي يعمل كده في واحدة. يعني كلمة تتقال على هذا الشخص إن هو غير متزن عقليا. لا نهائي. وأهله كانوا بيساعدوه صدقني. يا أستاذ جون زي ما حضرتك شايف ظهوره في البث بيقول لك أنا السفاح. يعني أنا مش فاهم، ده بني آدم مش طبيعي فعلا. شيء يدعى للفخر هو شيء أنا مبسوط بيه ويدعى للفخر، أنا السفاح، أنا اللي عملت في مراتي كذا. هو هنا بيقول مجازاتها 70 غرزة، هو كان مستقل ال 165. بيقول 700 غرزة. 700 غرزة؟ هو هنا مستقل ال 165. هو هنا بيقول ال 700. لا في اللايف بقى بيقول ان انا شوف اللي كان معاكي، وبعت رسائل لاخويا بيقول له دي كانت طالعة العمارة، ده انا طفحة دم، ده انا عايشة جوه الحيط، ده انا بخرج من 7:30 الصبح برجع 7:30 بالليل، 24 ساعة بره البيت ولا 12 ساعة. عشان ما مدش ايدي لحد واقول له هو اي كلام، بيحاول يبرر الموقف، مع ان لا يوجد شيء يبرر هذا العمل. يعني مش انا بقول لحضرتك كلنا عندنا مشاكل في بيوتنا، وفي بين الازواج كلها مشاكل، ما فيش راجل بيعور مراته او بيضرب مراته ويعمل لها عاهه مستديمه ب 165 غرزه. ايه السبب؟ ايه الداعي لدوت؟ نسبه العجز هنا غير الغرز، يعني نسبه العجز هنا دي حاجه والغرز حاجه ثانيه.
هنا هنا نسبة عجز تتعدى 15%. فاهم يعني قانونيا نسبة العجز غير موضوع ال 165 غرزة؟ طبعا ده هنا نسبة العجز يعني الجرح القطع ده مش كافي. لا لا هنا ده ما سببش عجز، هنا شبه هنا سبب شوية تشوه يعني مستديمة. هنا لا هنا مش عاهة، هنا مش عاهة، جروح قطعية، جروح قطعية، هنا جروح قطعية. هنا العاهة يا فندم ان هي هنا اثبت ادت نسبة عجز، هنا تشوه، هنا تشوه في الوجه وجروح قطعية. دي جروح قطعية. هو مريم احنا ربنا يكرمه هنوصل محكمه الجنايات المتهم بس يتقبض عليه من محكمه من اقسام الشرطه ورجال الداخليه، متهم بس يتقبض عليه وتتحل محكمه الجنايات واحنا عارفين ان شاء الله هنعمل ايه. انت طالب من مريم في اوراق معينه تجيبها لك او تعمل لك احنا حاجة. الورق كله، انا الورق كله من ساعه ما اشتغلت من امبارح، رحت النهارده جبت ارقام القضايا. تمام حضرتك. وصورنا القضايا اللي هي كانت عاملاها ان احنا نثبت للمحكمه برضو انها مش اول واقعه حاضر وقضايا مش اول واقعه، وكانت بتلم الدنيا حفاظا على البنت وحفاظا على ان هي عايزه تعيش وعايزه تكمل عايزه تبني اسره، بس هو لا يصلح لهذا ودليل على اللي حصل الواجهه واليدين. تمام. حضرتك حابب توضح حاجه تاني او تتكلم في حاجه تاني؟ لا لا شكرا صديق. احنا بنشكر حضرتك على تطوعك بتوليك القضيه ديت، وبنطمن مريم ان شاء الله خير باذن الله وحقك مش هيضيع، وكوني واثقه في ربنا ثم في قضاءنا وفي بلدنا وان شاء الله خير باذن الله. وبنشكر مشاهدي ومتابعي الجمهوريه اونلاين والمسا، شكرا ليكم.